بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان ما تنعقد به صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، أسلفنا الحديث عن وجوب صلاة الجماعة وفضلها وفوائدها، وفي هذه الحلقة نواصل الحديث إن شاء الله عن بقية أحكامها. أيها المستمع الكريم، إن المتخلف عن صلاة الجماعة إذا صلى وحده فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معذوراً في تخلفه لمرض أو خوف، وليس من عادته التخلف لولا العذر، فهذا يكتب له أجر من صلى في جماعة، لما في الحديث الصحيح: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً. فمن كان عازماً على الصلاة مع الجماعة عزماً جازماً ولكن حال دونه ودون ذلك عذر شرعي، كان بمنزلة من صلى مع الجماعة نظراً لنيته الطيبة. والحالة الثانية أن يكون تخلفه عن الصلاة مع الجماعة لغير عذر، فهذا إذا صلى وحده تصح صلاته عند الجمهور، لكن يخسر أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً، لأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة المنفرد ب27 درجة، وكذلك يفقد أجر الخطوات التي يخطوها إلى المسجد، والتي يكتب له بكل خطوة منها حسنة ويحط عنه بها خطيئة. ومع خسرانه لهذا الثواب الجزيل يأثم إثما عظيما، لأنه ترك واجبا عليه من غير عذر شرعي، وارتكب منكرا يجب إنكاره عليه وتأديبه من قبل ولي الأمر حتى يرجع إلى رشده. أيها المسلم، ومكان صلاة الجماعة هو المساجد لإظهار شعار الإسلام، وما شرعت عمارة المساجد إلا لذلك، وفي إقامة الجماعة في غير المساجد تعطيل للمساجد، قد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ففي هاتين الآيتين الكريمتين تنويه بالمساجد وعمارها ووعد لهم بجزيل الثواب، وفي ضمن ذلك ذم من تخلف عن الحضور للصلاة فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وعن علي رضي الله عنه مثله وزاد: وجار المسجد من أسمعه المنادي. رواه البيهقي بإسناد جيد. قال ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المساجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر، وبهذا تتفق الأحاديث وجميع الآثار انتهى. وقد توعد الله من عطل المساجد ومنع إقامة الصلاة فيها بأشد الوعيد، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفي إقامة صلاة الجماعة خارج المساجد من غير عذر تعطيل للمساجد أو تقليل من المصلين فيها،
وبالتالي يكون في ذلك تقليل من أهمية الصلاة في النفوس. والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهذا يشمل رفعها حسيا ومعنويا. لكن إذا دعت حاجة لإقامة صلاة الجماعة خارج المسجد، كأن يكون المصلون موظفين في دائرتهم أو في مجمع عملهم، وإذا صلوا في مكانهم كان ذلك أحزم للعمل، وكان في ذلك إلزام للموظفين بحضور الصلاة وإقامتها، ولا يتعطل من جراء ذلك المسجد القريب منهم لوجود من يصلي فيه غيرهم، لعله في تلك الحال ونظرا لهذه المبررات لا يكون عليهم حرج في الصلاة في دائرتهم. أيها المستمع الكريم، وأقل ما تنعقد به صلاة الجماعة اثنان، لأن الجماعة مأخوذة من الاجتماع، والاثنان أقل ما يتحقق به الجمع. ولحديث أبي موسى مرفوعا: الاثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجة. ولحديث: من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه فقال: هذان جماعة، رواه أحمد وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما. وحكي الإجماع على هذا، ويباح للنساء حضور صلاة الجماعة في المساجد بإذن أزواجهن غير متطيبات وغير متبرجات بزينة، مع التستر التام والاحتشام والابتعاد عن مخالطة الرجال، ويكن وراء صفوف الرجال لحضورهن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويسن حضورهن مجالس الوعظ ومجالس العلم منفردات عن الرجال، ويسن لهن أن يصلين مع بعضهن جماعة منفردات عن الرجال، سواء كانت إمامتهن منهن أو يأمهن رجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تجعل لها مؤذنا، وأمرها أن تأم أهل دارها، رواه أحمد وأهل السنن، وفعله غيرها من الصحابيات. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة. أيها المستمعون الكرام، إن صلاة الجماعة فرض على الرجال، لا يجوز لهم التساهل والتهاون بها، وقد ورد الوعيد الشديد والنهي الأكيد في حق من تهاون بها، ولو لم يكن من ذلك إلا مشاركته المنافقين الذين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لكفى بذلك إثما مبينا. ومع هذا الوعيد يفوته خير كثير وأجر وفير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلوات الملازمين للجمع والجماعات، إنه سميع مجيب. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.